فجأة بالخطابات الرسمية بالنسبة لحميد أحداد. حميد أحداد البند اللي في عقده، أنا أقول لكم حميد أحداد دلوقتي يبقى في بند في عقده يمنح نادي الرجاء شراؤه مقابل سداد 950,000 دولار على أن يفعل هذا البند في موعد أقصاه 30 مايو. أنتوا عارفين النهارده آخر يوم عمل والأسبوع جاي أجازة، ف 30 مايو. حتى الآن نادي الرجاء لم يدخل في حميد أحداد ولم يطلب حميد أحداد بشكل نهائي ورسمي، ومش عاوز ياخد حميد أحداد. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن حميد أحداد يرجع يوم 30/5 يبقى على ذمة مين؟ يبقى فشل، عفوا، يبقى فشل الرجاء في الشراء وفقا للعقد، يرجع يتفاوض بقى. يبقى بمليون، يبقى باتنين مليون، يبقى ب500,000، يبقى ب300,000، يبقى ب200,000، هو وظروف. طب ليه نادي الرجاء المغربي ما اشتراش حميد أحداد؟ الرجاء المغربي موقفه في الاتحاد الدولي لكرة القدم أسوأ من موقف الزمان في الشكاوي. عنده 16 شكوى من لاعبين ومدربين سابقين، وعنده مدرب واحد فقط في المغرب هو بمثابة مثلا حسن شحاتة المغرب، وهو الكابتن محمد فاخر، له 550,000 يورو، و16 شكوى أخرى في الفيفا اللاعبين، وعنده حقوق الرعاية اللي في الجامعة المغربية لكرة القدم يعني الاتحاد المغربي، الله وصل محمد، فلوس الرعاية ما بياخدهاش عشان هما بيسددوا لبعض اللاعبين أحكام سابقة. فالرجاء المغربي ما عندوش نية ان يخش في حميد أحداد يشتريه، يبقى كده عودة حميد أحداد إلى نادي الزمالك الموسم القادم، أو خلاص موضوع البند اللي في عقده خلاص راح، يبقى يرجع بقى نادي الزمالك يبيعه، يعيره، يقعده، يشوفه كده. وبرضه لن يعود بعد 30/5، ولكنه سوف يستمر إلى نهاية الموسم في المغرب. لازم ينتظر نهاية الموسم في المغرب. ليه ينتظر نهاية الموسم في المغرب؟ لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم طلع قرار بتمديد عقود كل اللاعبين إلى نهاية الموسم في كل بلد. ولو هو عقده تعرض مع دولة أخرى، يعني خلاص، يعني مثلا رمضان صبحي احنا عندنا الموسم امتد وعايزين هناك في إدريس فيلد بدأوا الدور البطولة القادمة، بطولة عام القادم 2021، لا يكمل مع النادي الأهلي الدوري المحلي، الدوري المحلي. طيب فكده يبقى حميد أحداد يعود إلى الزمالك، واللي عاوزه بقى يخش يشتري من جديد. الزمالك في كلام طلع من وكلاء لاعبين ان الزمالك يفاوض محمد المثلوثي اللي هو ظهير ايمن الصفاقسي التونسي. الخبر ده طلع له شيء من المنطقيه، لان الزمالك ما عندوش باك رايت الا حازم امام، وحازم امام لم يجدد تعاقده مع نادي الزمالك حتى الان رغم اتفاقه على الحصول على 6 مليون في الموسم الجديد. وبالتالي حمزه المثلوثي الصفاقسي غير قال له تعالى وعاوزينك وكمل واعمل وسوي وحاجات بالشكل ده، والامر ما زال يعني ايه المثلوثي مع الصفاقسي اقوى من ان هو يجي لنادي الزمان. طبعا خلاص في الاجراءات لعوده الدوري. عاوز بقى اتكلم في موضوع مهم جدا وبالخطابات الرسميه. هتيجي تقول لي انت اهلاوي، هقول لك يا عم ما انا قلتها مع رامز وحكايه وروايه، لكن بالنسبه لنا اتعلمت حاجه زمان، الحق احق ان يتبع، والصح لازم تقوله حتى لو على رقبتك، والصح لازم تقوله حتى لو على رقبتك. وربنا سبحانه وتعالى بيقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما يبقى عندك معلومه، فالمعلومه اللي عندك دي بمثابه شهاده، بمثابه شهاده، لان ومن يكتمها فانه اثم قلب، الشهاده. فانا النهارده المسؤولين في اتحاد كره القدم تواصلوا معي بشان ما ذكرته بخصوص سعد سمير، وان هم بعتوا خطاب من تلقاء انفسهم لاداره الكره في النادي الاهلي ان سعد سمير لاعب حر ويحق له التوقيع مع اي نادي، وان عقده اصبح كذا، الكلام اللي انا قلته قبل كده، وانا انتقدت هذا الخطاب وقلت لو الخطاب وصل بهذا الشكل للنادي الاهلي يبقى اتحاد اللي عمله اتحاد الكره غباء. لكن الاعتذار من